كلام غريب ومبالغ فيه، لأن الأمين العام للمتحدة لم يقل إلا ما يقوله المجتمع الدولي قاطبة. المجتمع الدولي يقول أن قضية الصحراء الغربية قضية تصفية الاستعمار، وأنها لم تحل، لم يصف الاستعمار منها بعد، وبالتالي لا بد من إيجاد حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. هذا موقف الاتحاد الإفريقي الذي بقبوله الجمهورية العربية الصحراوية كعضو كامل العضوية هو رفض للاحتلال المغربي، وهذا هو موقف البرلمان الجمعية العامة للأمم المتحدة توصية 34-37 التي طالبت بوضع حد لاحتلال المغرب لأجزاء من الصحراء الغربية، وهذا هو موقف البرلمان الأوروبي الذي يطالب كذلك باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ويطالب كذلك بالكف عن استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، ويطالب بإيجاد بعثة يعني حماية الصحراويين من بطش الاحتلال واحترام حقوق الإنسان للصحراء الغربية. وهذا هو موقف المحكمة الأوروبية في حكمها يوم 10 ديسمبر حينما طالبت بإلغاء الإلغاء المباشر لاتفاقية حول الزراعة، حول المنتجات الفلاحية والمنتجات السمكية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. إذن لا أحد يعترف بالمغرب بسيادته على الصحراء الغربية، ولا أحد ضد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وهذا ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته. إذن ردة فعل المغربية هي من جراء العزلة ومن الشعور أنه ليست في الاتحاد الإفريقي، وموقف الاتحاد الإفريقي واضح، والمغرب الدولة الوحيدة على مستوى إفريقيا التي هي ليست في الاتحاد، وتجميد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد الحكم الذي حكمت به محكمة لوكسمبورغ في ديسمبر الماضي، والآن توتر العلاقات مع الأمم المتحدة مما فيها رفض زيارة الأمين العام للمغرب ورفض كذلك المفاوضات. إذن المغرب يرفض كل شيء. إذن هذا الكلام ليس إلا تعبير عن الوضعية التي يوجد فيها المغرب من جراء العزلة عن كل هذه الساحات. المغرب يرفض منذ 1991 تطبيق مخطط التسوية الذي وافق عليه المغرب مع جبهة البوليساريو ووافق عليه المجتمع الدولي، وبدأ تطبيقه من خلال وجود يعني امتثال وقف إطلاق النار منذ 1991، ولكن منذ ذلك الوقت والمغرب يعرقل، وهذه خطوة في هذا الاتجاه، في اتجاه العرقلة، وأساسا أن المغرب سيكون أمام امتحان في إبريل، لأن الأمين العام للمتحدة سيقدم تقريره أمام مجلس الأمن، وننتظر أن يعزز المجلس الأمن هذا الاتجاه بأنه يعني الوضع القائم غير مقبول وخطير بالنسبة للاستقرار والسلم على مستوى المنطقة، ويعني وصل الوقت لتطبيق توصيات مجلس الأمن التي كلها والجمعية العامة المتحدة التي كلها تطالب بتنظيم استفتاء تقرير المصير، احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.